مشاهدينا الكرام اينما كنتم مرحبا بكم على سلامتكم وين ما كنتم شرق غرب شمال جنوب داخل ولا خارج الوطن خاصه انتم اللي كتشوفوا فينا في قناه العائله قناه الشروق لاول مره لاول مره في الجزائر كما راكم تشوفوا في هذا الديكور القوي وفي هذا البرنامج العالمي في نسخته الجزائريه كاشور سبلاش على قناة شورو. قلت أنا برنامج عالمي كاش ولا سبلاش كيما الجمهور تاعي اللي هو جمهور عالمي. كاش ولا سبلاش يتنافسوا فيه فريقين على مليار سنتيم في كل حصة. خمسمائة مليون عند الفريق ألف و500 مليون عند الفريق با وانتو اللي راكم تشوفوا فينا تقدروا تفوزوا معاهم بالك تقولوا او كيفاش هما يجوا احنا لا 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 من دارك تبعت حرف سي على 68 015 تبعت اللي يبعت اكثر اس ام اس هو اللي راح يقسم المبلغ اللي يفوز به فريق من الفريقين بيان سور يربح بالقرعة وحاجة واحدة أخرى أنه كاين أربع احتمالات في كل احتمال كاين بير يقدر يكون سر السعادة كما يقدر يكون سر التعاسة يقدر يكون هذا البير هو اللي يرفه الفريق ألف كما يقدر يكون هذا البير هو اللي يشمخ الفريق با ما نطولش عليكم الطريق إلى المليار بدأ من قناة الشروق في البرنامج العالمي كاش اور سبلاش مرحبا بكم انطلاقة الموسم كاش ولا سبلاش مرحبا بكم على سلامتكم تحياتنا لكم كاملة كتشوفوا فينا في شروق تي في انت ولا انت تقدر تربح نصف المبلغ مع الفائز تاع نهار اليوم اذا بعت حرف سي على 68 015 ودعي ربي يربحوا لانه المبلغ اللي يدوه تقسم معاه ايماجيني واليوم يدوا المليار يدوا المليار يدوا المليار لي كيف هيا كما قلت لكم على زوج فرق يقدروا يكونوا اصدقاء يقدروا يكونوا جيران يقدروا يكونوا عائله واليوم راح نشوفوا شكون اللي يقدر يدي اكثر عدد من الاموال ان شاء الله وحنا هذا واش نتمناه من مدينه البرج هذه ليكيب تاع مصطفى خويا مصطفى واش راك لاباس الحمد لله سوالي عليك خويا صحه لاباس الله غير بيان الحمد لله بيان الحمد لله اون فورم اون فورم الحمد لله شحال في عمر خويا مصطفى 41 سنه الله يبارك خيار الناس خويا قالوا لي عندك حطه تاع كلش تبان جون بصح حبيبي مدير ابتدائيه ليكي حطه الله يبارك عندنا مدير المدرسه تاعنا مانكا خاوتي حطه مصطفى الور كيفاش جاتك ليدي باش شاركت؟ شفت الاشهار في قناه شروق إيه؟ حطوا نيميرو تاع الواتساب قال لك اتصلوا بينا باش تشاركوا وبعثت اس ام اس وكان لنا الحظ باش نشاركوا معاكم الحمد لله يا خويا مرحبا بك شكون جبت معاك اليوم؟ معايا شعبان شعبان إيه؟ صابي الله علاش خيرت شعبان؟ الشعبان هو منام يعني الانتيم لا لا بصح اللعاب حميده ورشام حميده انا قالوا لي فاميلتك العائله تاعك فاميلتي فاميلتي وليد خالتي الله يبارك صافي بليز تسمى ولد خالتك ولامي انتيم تاعك شعبان لاباس لاباس الحمد لله شعبان قول لي برك واش دير في حياتك؟ انا استاذ في الجامعه الله يبارك خيار الناس في اي تخصص استاذ في الجامعه؟ علوم اقتصاديه على علي صوتك علوم اقتصاديه علوم اقتصاديه الله يبارك مع مصطفى وشعبان نشوف عبد الحق عبد الحق ثاني منامي ثاني انتيم عقبنا ثاني عقبنا الجامعة كيف كيف الله يبارك مزلنا دي زامي جوسكا متنو الله يبارك خويا عبد الحق لاباس لاباس الحمد لله يبارك صحة لاباس يعطيكم الصحة لاباس شوف اون 20 سكوند لو كان عبد الحق اليوم تربح مليار الحاجة الأولى اللي تجيك في راسك واش دير؟ ما تقوليش بك نعاود زواج
لا لا حافظ. ها؟ حافظ. ها يا خلاص. خاف. خاف فيا. يخاف خويا يخاف مرتو ماليه. يخاف. مصطفى أنتم جيتونا اكزاكتومون من برج بوعريريج. نعم. نتمنى لكم حد موفق. 500 مليون سنتيم. إذا راكو متأكدين من الإجابة روحوا للبير ديريكت، إذا ما راكوش متأكدين اقسموا المبلغ. اقسموا المبلغ سينو تروحوا من السؤال الأول، أوكي؟ أوكي. متفاهمين؟ سي بون؟ نعاود نفكركم أنتم كتشوفوا فينا في الدار، تقدروا تشاركوا معنا من الصالون راك قاعد أنت ولا أنت، ابعث حرف سي على 68-015 تقدر تربح نفس المبلغ، نصف المبلغ عفوا اللي ربحوا اليوم. من برج بوعريريج نروحوا لمنطقة 16 الجزائر العاصمة، هاي معنا سارة. واش راكي سارة؟ الحمد لله. صحة لاباس؟ الحمد لله. راكي بيان؟ سافا تخي بيان. الله يبارك. سارة شحال في عمرك واش دير في حياتك؟ 27 أخصائية تغذية. يرحم باباك. تما انت تورينا كيفاش ناكلوا؟ قول والله باش ترغاغ باش تمان تما انت يا بيك اللي نديروا الريجيم ولا نزيدوا فوالا ماشي غير نزيدوا وتنقصوا كاين حاجه مثلا واش كاين ثاني؟ تغذيه وامراض صحه ديابيتيك لي تما مام لي ديابيتيك سانت لي في تاع لي سبورتيف توتو الله يبارك وعلاش خيرتي باباك ويماك؟ باسكو باباك سيرمون سمع دراهم نجي 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 افير دراهم نجي علاش باباك ويماك؟ باسكو سي لي سول اللي ندير فيهم كونفيونس، عم بالي بالثقافة تاعهم. جو سون سيكوريتي. الله يبارك. السي شريف الله يسلمك. الله يبارك الأناقة والرشاقة، شوف ياك كبير عليهم تبان صغير عليهم في ثلاثة. أي دوكا يغيروا عليها. خليهم أنا نقول لك تبان صغير عليهم في ثلاثة. شريف شحال في عمرك؟ واش دير في حياتك؟ 58 سنة. الله يبارك. انجينير وميكانيك. ما شاء الله. الله يبارك فيك. ما شاء الله. جات معاك الزوجة الكريمة. الله يستر. صاحبة درب الحياة. إذا ماني غالط. 34 سنة. 30 سنة زواج. الله يبارك يا خويا. ما شاء الله. سارة لو كان تربحي اليوم 500 مليون يا خويا معليش لو كان تربحي مليار. إن شاء الله. الحاجة الأولى ديرها في حياتك. جي أن بروجي أ فينونسي. اللي هو؟ نحل ماي اون كابيني تاعي الكابيني تاعي كابيني تاعك تاع الريجيم وتاع الماكله وكل التغذيه يا خويا نبعثوا لك رزقي نبعثوا لك يشد الكابيني ان شاء الله هيا حد موفق ليكيب يعطيكم الصحه ويتفق عليهم باش نتفاهموا عندكم ثلاث مراحل المرحله الاولى النصف النهائي والنهائي ست اسئله هما سر السعاده تاعكم ست اسئله باش تولوا مرفهين ما تولوش مشمخين في البير تاعنا ركزوا 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 على الاسئله فهم السؤال هو نصف الجواب تقدروا تشوفوهم اسئله سهلين بصح يقدر لكم فيهم فخ الور ردوا بالكم في زوج اوكي متاكلين سي بون كاش ولا سبلاش يبدا من الان والقرعه خيرت انه انتوما ساره الفريق تاعكم هو اللي حنطرحوا له اول سؤال سي بون السؤال يقول ما هي المدة اللي قضاها نيلسون مانديلا في السجن؟ ما هي المدة اللي قضاها نيلسون مانديلا في السجن عفوا؟ الاحتمال الأول 25 سنة الاحتمال الثاني 26 سنة الاحتمال الثالث 27 سنة الاحتمال الرابع 28 سنة 60 ثانية طوب كرونو عندكم ليدي عندكم الجواب ولا ما عندكمش؟ ونزيد بين 40 ثانية و 27 40 ثانية هيا ماكوش اقسموا المبلغ هيا 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 اقسموا المبلغ 30 ثانية ما بقاش بالك ويخلص لكم الوقت هيا نعاونكم هيا روح خويا روح ها هيا 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 انا عارف هذه وشحال هيا بين شحال 27 قلت لي 27 و 28 صح هيا روح 27 27 28 28 15 ثانية
15 ثانية يطاني ولا السؤال. اي 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 الشيء الاكيد والمؤكد انه بين سي ما تخافش ما تخافش بزاف ما تخافش ما تخافش شيخ سي شريف انت باين انت والزوجه تاعك قصه حب كبيره قولي لي انت قلعت للطروه جات معك للطروه 25 سنه 26 سنه 27 سنة 28 سنة الشيء الأكيد والمؤكد أنه نيلسون مانديلا أخويا شريف طول بزاف في الحبس جيت ديريكت بالدراهم للطروة كي أنت كي الزوجة تاعك علاه بالصح سارة تعرفي الحكاية تاع نيلسون مانديلا ولا لا لا؟ تعرفيها ولا ما تعرفيهاش؟ ها؟ والله يا ناس عطيني اللونات عطيني مدام عطيني اللونات عطيني اللونات تعرفي ليستوار انت تانيك؟ عيتوا لي قلبي والله العظيم غير واش حاب نقول لك الدوخه حكمتني من النواظر تاع شريف تعرفوا ليستوار تاع نيلسون مانديلا ولا ما تعرفوش تعرفوها ولا لا لا اي 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 ساره عطيني نعم. نحس ساره عطيني نحس ما تخافيش ما تخافيش عطيني هذه 50 مليون خمسين مليون 150 مليون الإجابة رقم 2 150 مليون شدي 150 مليون على الإجابة رقم 2 نعم هي أوتوماتيك موتي وما 350 مليون بصح زيدوا تأكدوا منها 50 100 150 220 هنا شتشو لس 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 350 مليون بزاف 350 مليون سنتيم ثم اذا طحتوا وما كانتش الاجابه صحيحه راح نخسروا 350 مليون سنتيم نعطيكم برك معلومه على نيلسون مانديلا نيلسون مانديلا باش دافع عن الحريه وكان ضد العنصريه اول حاجه تاثر بها هي الثوره الجزائريه ولما خرج من السجن ما على باليش اسكو 25 ولا 26 ولا 27 ولا 28 سنة أول حاجة دارها البلاد الأولى اللي زارها بعد السجن تاعه وهي الجزائر شريف تطيح المدام ولا تطيح سارة دركا ريبونديلي سارة كاع نعرفو نديرو هكا تطيح المدام ولا سارة 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 نعم الشح معليش قولي لي على الشح معليش الشح تستاهلين انت جبتيهم نستاهل معليش شكون قلت لي طيح شكون قلت لي طيح سارة هاك سير سير وما طيحش المدام ما طيحش المدام ان شاء الله بابا بابا سارة شكون يطيح باباك ولا يماك هما طايحين طايحين في زوج باباك ولا يماك راني نهضر معاه ريبوندي روحي ما تخافيش حتى واحد ما يطيح انا نطيح والكلام تاع الوالد أوامر يلزم تتنفذ ويلزم أكيد تتنفذ
شريف تعرف بلي راح الغالي راح تعرف الغنية ديك تاع راح الغالي راح 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 وانت غرامي عاود غنيها لي راح الغالي راح راح الغالي راح ودا ما على بالي فاش دا معاه دا المدام معاه ان شاء الله حيد باباك 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 هو يضحك عليك اي 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 شحال كنت متمني انه رقم 25 السؤال الاول و28 لاحتمال الرابع يكونوا هما واحد منهم يتفتح فيهم البير عباك البروبليم وين راه شريف عباك البروبليم وين راه وي سيكو بين يديك 350 مليون والإشكال وين راه أنه في كل مرة من السؤال الأول نقدر نخسره كل عائلة ولا فريق اليوم راكو عائلة نقدر نخسره عائلة من السؤال الأول وتروح 500 مليون سنتيم ومن بعد تولي فيها صح راح الغالي راح ونقدروا تربحوا ونصوفيوا الحالة باسكو بقات بين 350 مليون سنتيم وصفر دينار حميدة وي ديري كونفيونس في راجلك ولا لا لا وي 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 نعم 30 سنة وانت دايرة فيه كونفيونس نعم ها ضحكة هادية جامي غامر بك ها نو شريف تحكى هادية أمر مدبر بالله ما تقول لي والو ما تقول لي والو هاد الضحكة أمر مدبر بالله بصح البروبليم أنا نشوف فيك ترعش ما تخافش تعرف تعوم شريف يا شيخ هاي مزيان معاك المادام كاش ما تغرق ولا سلك إن شاء الله قضي الأمر إن شاء الله ما هي المدة اللي تقضاها نيلسون مانديلا في السجن يربحنا يطحنا يا تلفهنا يا تشمخنا مازالوا هذا ليكيب تاع ساره بيان سور الوغ غيستي بونجي في كاجورس بلا تلتمية وخمسين مليون مازالنا نلعبوا على 850 مليون انت ولا انت لا كنت تشوفوا فينا في الدار ابعثوا لنا حرف سي على 68015 وتقدروا تربحوا نصف المبلغ مصطفى شعبان عبد الحق السؤال تاعكم يا قوم اي منها ليس من المقامات الموسيقية العربية أي منها ليس من المقامات الموسيقية العربية الاحتمال الأول نهاوند الاحتمال الثاني الحجاز الاحتمال الثالث الصبا الاحتمال الرابع السفار ستين ثانية طوب كرون السفار رايحين ديركت ندو كلش 500 مليون مصطفى مازال عندكم الوقت صار ماهوش من نهاوند حجاز الصبا من مقامات السفار ماهوش راك سير اه ربعه يا اخي رقم ربعه اه مازال عندكم الوقت مصطفى علاش مصطفى مازال عندكم الوقت علاش يا مازال عندكم الوقت يا مصطفى اقسم
خلينا نجاوب. اليوم مازال عندكم الوقت. السؤال الأول 30 ثانية، هيا. يا ودي مازال عندكم، خمم مليح. خمم مليح مصطفى من السؤال الأول. مصطفى. نقصه. رانا. أقسم. وين رايح؟ وين ما عنديش أنا فكرة وإنما. سؤالي يقول. عربية. مصطفى. مصطفى حبيت نسقسيك، انتوما كي تخرجوا تروحوا اوتوماتيكمون انتوما صحاب، وانتوما كل مره تخرجوا قلت لي انتوما دي زامي انتيم ديروا دي زاكتيفيتي، شكون اللي توجور يكون قائد الفرقه؟ شكون اللي يدبر على صحابه؟ مصطفى عندك ربع احتمالات. السؤال الاول، تقدر تغادر منه ب 500 مليون. نهاوند، في رايك انت نهاوند مقام من الموسيقى العربية؟ حتى يرتلوا بها القرآن كما الشيخ المنشاوي. صح، غاديني معك. الحجاز كيف كيف؟ وشنو كيف كيف؟ يعني قدام دول قدام مصطفى يستعمل في ترتيل القرآن أيضا. الصبا كذلك. أكسير مصطفى بتاعك متأكد من هاك متأكد من الإجابة تاعك وراك ترعش خايف. مصطفى ثقة. مصطفى اسكو تعرف الصابة ولا ما تعرفش؟ صح، اعطيني اغنية في مقام الصابة. ما عنديش. 500 مليون مصطفى والكيب تاعو راهم يرفدوا في الدراهم. مازلنا معاكم في كاشورز بلاس. أنا عمري ما شفت أنت راك دير لي دوكا هكا، درت لي لمصطفى، درت لي على مصطفى هكا ودرت لي هكا. بصح كي رحتوا ليه قعدت تقول له مصطفى هذا وين قلت له بلي راك غالط، تسمى كي سلك لك 500 مليون مصطفى. لا حبوا يشوف فيا. كي يشوف فيا نعرفوا متأكد مش متأكد. نو ديريكتومون الجزائر العاصمة، سارة والوالدين تاعها حميدة وشريف. السؤال الثاني تاعكم اذا ما كنتوش متاكدين اقسموا المبلغ، اقسم اون تروا، خلي المدام تتشمخ وراه المشكل. ماشي مشكل درك هذا صاير. خليها تتشمخ والله ما تخافش. خلاص. عندنا لابوي ما تغرقلكش ما تخافش. هيا ركزوا. السؤال الثاني يقول متى يتم احياء اليوم العالمي لحرية الصحافة؟ متى يتم احياء اليوم العالمي لحرية الصحافة؟ الاحتمال الأول 3 ماي، الاحتمال الثاني 22 أكتوبر، الاحتمال الثالث 14 جوان، الاحتمال الرابع 20 ديسمبر. 60 ثانية توب كرون. عندي أكتوبر. مشيتو؟ أكتوبر. مازال عندكم الوقت. واش خيرتوا؟ روحوا انتم 22 اكتوبر. اعطوني الاجابه تاعكم وين رحتوا؟ هما 22 اكتوبر، رانا اونتر 22 اكتوبر و 14 جوان. اي اكيد متاكده؟ روحوا. خمم لي على 30 ثانيه. 14 جوان. لا 14 جوان. لا 22 اكتوبر. روحي هما. شنو؟ أنا متأكد 22 أكتوبر. 22 أكتوبر. روحي خمي مليح. 50 مليون في طروامي. خمي مليح. روحي. لا روحي منا. خمي مليح. 300 إي 2. روحي دغيا. روحي تيلا. منا روح. هيا. حميدة هنا. ماما. فيت هنا. مع بابا هنا.
الشيء الاكيد والمؤكد في ليميسيون هذه قصة غارة ما يديرها حالة. بابا يروح منا يماه تروح معاه، بابا يروح منا يماه تروح معاه. يا وادي ميسيون جو ما عندكمش الجواب اقسم. يا وقسم سارة، علاش ماماك مع باباك ماشي معاك؟ علاش ماما مع بابا ماشي معايا؟ باسكو جو سوي با سور دو لا ريبونس. كوامي انا قلت لكم، انا قلت لكم فهم السؤال نصف الجواب. انتم غلطتوا، قول لي علاه. انا ما قلت لكمش اليوم الوطني، انا قلت لكم اليوم العالمي لحريه الصحافه، اليوم العالمي لحريه الصحافه. نقول ونعاود، تروحي لي للان وتقولي لي 3 ماي وانت رجلك رايحك. عطيني نحسب، عطيني هذا ما كان بركه في القليل. 50 مليون سنتيم على 3 ماي، 50 مليون سنتيم. عمي شريف وي عطيني نحسب المبلغ. سما 300 بيناتنا، 300 مليون سنتيم على 22 اكتوبر، 300 مليون. بزاف دراهم يا ناس. يا خويا لو كان حطيت 50، لو كان حطيت 100 100 100 100 100 100. سارة تعرفي هذيك تاع راني نحبك يا سارة؟ ايه كومون تعرفيها؟ نعرفها. غني يا ليتو، غني غني. إذا كي حابة تربحي غني. هاي روحي نحسب لك الثلاثة. أن دو تروا يا روح. راني نحبك يا سارة، راني نحبك يا سارة، راني نحبك حلي خلي. راني نحبك يا سارة، راني نحبك حلي خلي، نسكن قلبك ما تخليني يا سارة، ما تخليني يا سارة. حط 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 حط. عاود عاود الغنية عاود. هاي روح. ابعد ابعد الغنية ابعد. خليني يا صار، بصح ما فهمتش انايا، انت تشطح وفرحان والمدام ميتة بالخوف، ميتة بالخوف. نطيح. قضي الامر ليكيب. خلاص. قضي الامر في بغداد. قضي الامر. سارة شكون يطيح، انت ولا باباك؟ سي نورمال تقولي هي. نخليكم. سي نورمال تقولي هي. باسكو باباها ويماها 300 مليون سنتيم في 22 اكتوبر. شريف شكون يطيح، انت ولا سارة؟ سارة. هاي 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 هاي. يا خويا راك عشق ممنوع انت والمدام. لا غير. اه ما شاء الله. 300 مليون. ما تخليني يا صاح، ما تخليني يا صاح. أنا عمري ما شفت، والحصة هذه تاع اليوم راح تبقى لي في راسي. ما فهمتش، واحد طاح طاح وراه يشطح في البير، ما فهمتش. عمي شريف أنت إنسان طيب، يخطرك أنا نصفق لك الروح الرياضية. 300 مليون أنا جيت على جال هذه. أه جيت المشاركة ما جيتش، والله ما جيت على جال دراهم. خمسين مليون سنتيم. سارة. نعم. خمسين مليون سنتيم.
نقدروا ايضا نغادروا من السؤال الثاني في بدايه الحصه والمرحله الاولى. 3 ماي 20 ديسمبر انا صحفي اشاك فوا لو كان ما نعرفوش هذا الجواب نحبسوا المهنه. 50 مليون سنتيم بارك الله فيك. مازال نلعبوا على 50 مليون سنتيم. رانا حاضرين معاكم في قناه شورو قناه العائله كاش ولا سبلا. يا عمي شريف اروح اروح اعطوني السويق على عمي شريف. ريح يا مارد. الحاجه الاولى الكاب دو بان تاعنا جاتك شابه كاش ولا سبلاش. ايوه. الحاجه الثانيه سيكو ساره تحبك وانت تحبها وان شاء الله تفرح بها. ان شاء الله يا ربي. عباك واش راح ندير لك دوكا ان شاء الله. الغنيه تاع راني نحبك يا ساره واندي راح تشطح في عز بنتك ان شاء الله. ساره صاي انطلق حبيبي. هيا روح ما تطولش برك. روح 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 روح. هيا هيا ابعد ابعد ابعد. راني نحبك يا ساره راني نحبك يا ساره راني نحبك خليني خليني نسكن قلبك ما تخليني يا ساره ما تخليني يا ما شاء الله. روح الدار اول مره. ساره انا نقول لك اللي راهم يشوفوا فيك على قناه شورو راهم حاسدينك على بابا عمي شريف. نعم الناس ما شاء الله الحطه والشان والرجوله. ولو انه قلقتوني على 50 مليون 50 مليون 300 تروحوا اقسموا المبلغ معليش. هاي نروحو نشيلو ديريكتو مصطفى. راك واجد راك خايف ماكش خايف صافا. شعبان عبد الحق 550 مليون مازلنا نلعبو عليها مازال بزاف 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 دراهم. السؤال الثاني وتاعكم يقول أين ولد الشاب بلال موفق؟ أين ولد صديقي الشاب بلال موفق؟ الاحتمال الأول الحمري، الاحتمال الثاني سيك، الاحتمال الثالث مستغال، الاحتمال الرابع شرشال. 60 ثانية خمو مليح خمو مليح. هذا السؤال فيه فخ. بصح ما على بالناش هو يقول ويغني يقول لي هذا السؤال فيه فخ. خلي خمم مليح. شرشال مشكلش هذا الدومين تاعي. السؤال هذا فيه فخ. خمم مليح. وليده سا فو با دير كو هو من وهران. واش نقسمه واش ما انت زايد في وهران. خمم مليح. واش راح تقسم؟ الله يسلمك. ها؟ 100 هيا عندي 200 نروح للحمري انا. ايه 150 خمم مليح يا مصطفى. سيك خمم مليح. نروح للمستغانم. خمم مليح. شرشال مستبعدة. خمم مليح. حمري حمري وين؟ 10 ثواني 8 7 وين انا وين انا مستغانم 3 روح 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 4 6 3 وين جيت في الكات؟ جيت في الكات. انت كنت رايح للثلاثة 3 رحت للربعة افونسي لقدام. اي 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 افونسي القدام بالصوار تاعك. افونسي القدام الشاب بلال. عطيو لي تصفيقة على الشاب بلال خويا وحبيبي اللي نحييك. حبيت نسسيك يا عبد الحق. نعم. علاش شرشال؟ انا الشاب بلال نسمع له افونسي القدام. شوف جا شك برك مش متيقن ملي شرشال. كنت رايح للطروا عاود تولي ديريكتومون للشرشال.
مستغانم استبعدتها. يا مصطفى انا قلت بالك فيها بياج بالك زايد ايوه بصح شوف وين راح. غلط. شوف وين راح. انا مور هاد الحصه تاع نهار اليوم الاكيد والمؤكد نروح للسبيطار ندير لي زاناليز. بالك عندي يا السكر يا لاطونسيون يا ليكيب تاع مصطفى وساره راح يطلعوا لي لاطونسيون. عطيني نحسب مصطفى. نعم. اف الاحتمال الاول الحمري 200 مليون 200 200 وحده زوج ثلاثه 200 مليون سنتيم. يا ربي عطيني نحسب شعبان. مئة وعشرة ملايين. مئة وعشرة ملايين. مئة وعشرة ملايين على سيك. مئة وعشرة ملايين سنتي. شرشال عبك وهران وين جاية؟ ممكن واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 190 مليون. على الاحتمال تاع الشرشال. عبد الحاف ما تخافش مش راح يربوا الدراهم إذا طحت طيح بيهم. عندي عندي لابيسين في الدار. ما مش عندك؟ كاين لابيسين في الدار. مولف. عندك لابيسين في الدار؟ مولف. وجيت تشارك معنا حي. المتعة المتعة. وش عندك؟ عندك لابيسين وش ثانيك؟ عندي فيرما. وعندك فيرما وش ثانيك؟ هاك تفكرني في خالي لطفي انت اخويا اسمح لي. صحة عليك انت اخويا والله رسلكت يا اخويا. مصطفى راحت 200 مليون. شعبان واش داه رقم أربعة؟ عبد الحق حب يخلط لنا السي شعبان مع رمضان. كيش منها؟ واش جابك انت؟ عندك لابيسين في دار. عندك فيرما، عندك دراهم، عندك طونوبيل، تبع فينا يرحم بابك واش جاب؟ ما عنديش طونوبيل بصح. عندك البيسين وفيرما، تشري طونوبيلات انتايا؟ لا لا تاع لا لا تاع الوالد ربي يحفظه ان شاء الله. ربي يحفظ الوالد تاع الوالد. تاع الوالد. علاش رايح الرقم أربعة؟ علاش؟ كملت لنا ليميسيون على البكري. شرشال وخونا عبد الحق راهو داخل. ايبا مازلنا حاضرين معاكم كاش ولا سبلا. لابيسين تاعنا هاي البير واعر واعر ماشي كيما البحر. لابيسين مي سلكتو 190 مليون عندنا 190
وخمسين ثم رانا نلعبوا على 240 مليون سنتيم. السؤال الثالث 50 مليون سنتيم. دوكا المراه غير قولها ما تتبعكش، انت كي تروح للشرق هي تروح للغرب. خلاص اقسم بالنصيحه، في حال ما اذا بيان سور ما تكونش على بالكم وما تكونش عندكم الجواب. اوكي سي بون، ان شاء الله سي ريغلي ليكيب. اوكي ليتس جو. السؤال الثالث، ما هي عاصمة دولة جزر القمر؟ ما هي عاصمة دولة جزر القمر؟ الاحتمال الأول موروني، الاحتمال الثاني يوروني، الاحتمال الثالث سوروني، الاحتمال الرابع كوروني. طوب كرونو. موروني جزر القمر. موروني راح لا موروني. ها شنو موروني؟ شكون الأولى؟ الأولى تي سيغ بابا؟ سيغ نقسمه وخلاص، واحد يروح واحد. شوفي لا روح زوج، انا نروح اربعه. بس لا لا وين انا وين نروح؟ روحي للدو. انا نروح للدو. ايه صارت تروح فاتت عليا هذاك المبلغ ما راهوش كبير. انا نروح يوروني، ماما تروح اربعه. يوروني اي أيوه. نروح وين نروح انا؟ ماما روحي اربعه. خيري وحده وروحي، أنا نروح لها. مازال عندكم 10 ثواني. أنا والله ماني فاهم والو في هاد ليميس. إذا ما تبعتوش مرتو تبعتو بنتو، إذا ما تبعتوش بنتو تبعتو مرتو. يو عندكم 50 مليون برك، 50 مليون. مدام حميدة وي أنا ما تبعتيش راجلك هذه المرة. هو قال لي هذه هي اللي قال لك طاعة وزيد لقدام خويا، قال ما تجيش ما تجيش. خلينا نحسب 30 سي شري. الاحتمال الاول موروني 40 مليون سنتيم، موروني 40 مليون كوروني سنتيم، يوروني سوروني كوروني. ماذا باش نشوف يدك برك، يدك ما تخافيش 10 ملايين برك. هذا ما كان اي 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 10 ملايين سنتيم على كوروني. سارة نعم في الوقت الحالي اللي راكي دوك فيه طيحي انتي وعمي شريف ولا طيحي يماك؟ طيح ماما. انا نروح لدارنا. السلام عليكم بقى على خير، نهايه الحصه باي باي. طيحي يماك ما نشوفوا الام. مدام وي ما خلاو ما بقاو نورمال نخلو ما بقاو. احنا رانا نلعبوا ما راناش نخلو كاع هذوك الحساسيات كوتي. معليش لا رانا نلعبوا. طيحي انت نورمال نطيح انا ولا طيح عمي شريف وساره؟ نطيح انا. انت قلتي انا ما هضرت والو. مدام انت قلتي لي نطيح انا، رانا نخسروا في بزاف دراهم، رانا نخسروا في بزاف دراهم. سؤال اسهل من هذا ما كاش. ما هي عاصمة دول جزر القمر؟ موروني 40 مليون وقاعدة تسوروني، ما طاحوش بصح راح يطيحوا. Thank you.
كاسور سبلاش هذا الحاضرين أربعين مليون مازال عندنا 40 مليون سنتيم اون فان كونت والله ارسل لكم عمي شريف نروحوا ديريكت يوم دوكا لمصطفى السؤال يقول الخارجون عن القانون فيلم جزائري من بطولة الاحتمال الاول بيا راشدي الاحتمال الثاني شافية بودلاع الاحتمال الثالث عايدك الشوت الاحتمال الرابع فريدة صابونجي طوب كرونو اور لا لوا اور لا لوا فيلم جزائري بطولة يا راشدي نستبعدوها نقسموا بين فريدة نستبعدوها عايدة وشافية وبودرع فريدة وبودرع ما نعرفهاش عندي ستة الأول الثاني والثالث والله فريدة صابونجي لا الثاني والثالث والرابع 30 ثانية الثاني والثالث والرابع يا رشدي الرابع نعم يا رشدي نروح الاول ثلاثة روح لا يا رشدي ثاني هاك تقولوا الثاني هاو الثاني مصطفى هاو الثاني ثاني ثاني شعبان هاو ليك شعبان ها هايداك شوت مازال عندكم الوقت مصطفى مصطفى طيش لي مليون ده طيش لي باك طيش لي باك طيش خلاص خلاص وش يطيش افونسي يا ودي ما قسمهمش مليح افونسي افونسي هنا قدام روح خيرت لي بلاصه افونسي قدام مصطفى خلي دراهم لا لا ديو معك دراهم كتب اور لا لوا من روائع فيلم جزائري معروف تبعوا شويه سينما ولا لا لا شويه دور القدام اخويا عبد الحق تبع تبعوا سينما واش تبع مثلا اللي فيه تا واش خاصة الافلام ال افلام ولا سكاتش اللي فيه تكون في رمضان خاصة هذاك ماشي سينما هذاك تلفزيون سينما سينما لي فيلم والله ما على بالك راه نحسب حتى لو كان نقول لك البيسين كيفاش دايره تقول لي فوالا وعطوني لاصوم صغير واش عطاو لك؟ ما قسموهمش مني 50 مليون 50 مليون على الاحتمال رقم 4 الفنانة القديرة فريدة صابونجي ربي يرحمها برحمة الله عطيني نحسب انت تشوف شوية سينما ولا لا؟ شوية نتبع تبع شوية؟ مين ذاك؟ هاوي 40 مليون 50 و 40 مليون على عايدك الشوت الانسان الهادئ اللي ما يهدرش بزاف عطيني نحسب شوف سينما نتايا شويه قديمة جديدة ما عندهاش شيء 100 مليون تعرف شافية بودرع ولا ما تعرف؟ نعم شافية بودرع تعرفها؟ لا يا شعبانة تلفت لك ما بين شعبان ورمضان والله ما فهمت على ما تركزوش مصطفى نعم خارج عن القانون الفيلم والفريق تاعك خارج عن الموضوع على طول الخط كاين واحد المثل يقول اللي يضحك يلحق نلحق درك انا قلت لك تاكدت باللي شعبان نعم لا دخلنا في رمضان لا هضرت معانا لا قلت لنا اكس لا قلت لنا ايكرا ما جا العيد الصغير ما جا العيد الكبير والو لا عاشوره والو والو
راك مكودي ساكت ولا انت بطبعك هكا هكذا راك في المكان الخطا. قالوا لي تحق الحق. قضي الامر. ما يقول والو بصح شعبان ها مي شريف شعبان ما يهضر ما يدير والو مي بصح يربح 100 مليون سنتيم ليكيب تاع مصطفى مازال حاضر معنا كاجو لاسبلاد. والله يا مصطفى راك عاجبني ولو انه سي شعبان ما يهضر يهضر غير ما قال لا ودلا بصح كي يروح يروح ديريكتومون راك سلكتهم شعبان سلكنا يعطي صح. مازاكو حاضرين معنا انتوما عبر الشروق تي في اذا كو حابين تربحوا نصف المبلغ بعثونا حرف سي على 68015 وتقدروا تكونوا ان شاء الله فايزين مع الفائز تاع اليوم ان شاء الله بيان سور. نهاية المرحلة الأولى تفصلكم عليها سؤال واحد. أوكي مازالكم 40 مليون. أوكي مازال 100 مليون. رانا نلعبوا على 140 مليون. لازم تحاولوا الآن إذا عرفتوا الجواب تجاسبوا عليه، إذا ما عرفتوش تقسموا المبلغ لأنه من بعد ما يبقاو لكمش دراهم. صحيح؟ وي. السؤال يقول ما هو آخر فريق ارتدى قميصه اللاعب السابق كريم زياني؟ ما هو آخر فريق ارتدى قميصه اللاعب السابق كريم زياني؟ خمم لي يا عمي شريف. الاحتمال الأول سوشو، الاحتمال الثاني أورليون، الاحتمال الثالث فولسبورغ، الاحتمال الرابع تروا. توب كرونو. الأكيد والمؤكد باش نعاونكم معليش في أربعة لعب فيهم. أي 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 معناتها هو البس ياك آخر فريق ارتدى قميصه سوشو أورليون فولسبورغ تروا كريم زياني سوشو ما بالش علاش راني تروا فولسبورغ ما بالش نحط كيف كيف تروا 30 ثانية كيف 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 لا لا دو 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 لا لا نحط تروا نحط 30 ثانية زوج زوج أنا مديت زوج زوج أقسم وأنا مدي والو روح يا يا 30 ثانية اقسم اقسم شوف كيفاش دير ولا تافونسي ولا وين غادي في تخو غادي في تخو انت بلوس دو شوا بلوس دو شوا وهنا وين هي موا دي هنا هنا في ثلاث في ثلاثة تريحوا في بلاصة واحدة سارة اكو في ثلاثة ما ما شونج شونج ما بقاش الوقت يا 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 مليون مليون اه اعطيني ماما ماما واحدة واحدة اعطيني لا 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 هيا سي ان جو كاين لا فامي دالتون وكاين لا فامي تاع عمي شريف. تاع عمي شريف ناس ملاح وانا نحكي ونضحكوا برك ما كانش منها كامل هذه. ملي كاينه منها ونعرفها. ملي كاينه منها ونعرفها. انه صعيب صعيب بزاف باش تروحوا فينا. لانكم متناقضين في الاجابات تاعكم. كي يبقى لكم 10 ثواني 10 سكوند تجي للطروا ومن بعد تروح للدو ومن بعد تقول لا لا رمي لي 10 ملايين لا لا نروح مع ماما ماما ارواحي وش بيك ساره؟ علاش حبيتي تديهم كامل للطروا؟ باش نطيحوا كاع كيف كيف باسكو نا با ليدي ما عندنا اوكين ايدي على هاد لا كيما حبيتي تقولي
الريسك يا يروحوا تروحوا كامل يا تربحوا كامل يا تطيحوا كامل. لا كيتو دوبل. انا راني عنده كيتو عندوت على كيتو دوبل. كيتو دوبل عنده ديال العقليه. اورليون 20 مليون ساره وعمي شريف 20 مليون. فولسبورغ عمي شريف لعب فيها كريم زياني. سيدة ما خانتنيش الذاكرة من فولسبورغ وقيلة وقيلة راني نقولها بالك راني غالط راح لطروا ولا كملها فولسبورغ ما على باليش. اي 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 الان تنفتح طاح وطاح قلبي معاه. وش بيك مدام؟ جو مبريبار. ها؟ نوجد روحي باش نطيح. شبعتي ما اليوم وعمان؟ عمي شريف نتمنى ان شاء الله نهار نكبر نولي كيما انت والعائلة تاعك باسكو العائلة تاعكم بزاف شابة وما شاء الله ولكن للأسف الشديد. للأسف الشديد جاب لي ربي راح تغادرونا على البكري. حميدة وي ما شاء الله عائلة والله ما شاء الله كومبليسيتي عندكم لو سافوار فيف. هاي روحي لمن حبيتي تمدي تحياتي اسنا بالعقل قبل ما تروح هاي انا راح نطيح ما قدرتيش. شوفي شوفي الكاميرا طلعي راسك وين راهي هيكا هيا داكور دونك علي ما تسلمي روح بون سلم على بروميامون كاع لو بوبليك وي سلكتي ما عندك لي ما تسلمي 20 مليون ليكيب تاع حميده وعمي شريف وساره في الوقت الحالي راحوا النصف النهائي للوقت الحالي لانه مازال سؤال اخر لمصطفى كاش اور سبلاش شروق تي في مازلنا حاضرين. فريمون عمي شريف كينتا كي سارة كي مدام حميدة يعطيكم الصحة. المنطق يقول للوقت الحالي راكو في النصف النهائي ب 20 مليون سنتيم بصح الإشكال أنه مازال سؤال المصطفى شعبان وعبد الحق اللي يفصلهم على النصف النهائي لأنه عندهم 100 مليون سنتيم وأنتم 20 مليون سنتيم. أنا نلعبوا 120 مليون سنتيم دراهم كبار تقدر تربح أنت ولا أنت أي واحد اللي يقدر يبعث لنا ويكثر من لي اس ام اس حرف سي 68015 يفصلك سؤال تجاوب عليه راك في النصف النهائي. ركز مليح انت وعبد الحق وشعبان هذا هو الوقت اللي لازم تعيط وتهدر وتكونسونطري فيه وتركز مليح. السؤال تاعكم يقول كم هدف سجل اللاعب المعتزل زين الدين زيدان خلال مسيرته الرياضية؟ كم هدف سجل اللاعب المعتزل زيزو المعتزل عفوا زيزو خلال مسيرته الرياضية؟ الاحتمال الأول 120، الاحتمال الثاني 145، الاحتمال الثالث 156، الاحتمال الرابع 166. طب كرونو 100 مليون إذا راكم متأكدين أوكي إذا راه ماكونش متأكدين أقسم 145 156 من واحد ثلاثة إيه واحدة أنا هكذا راهي ما عندناش هيا أنا اقسموا 120 تقسموا المبلغ؟ واحد أنت نقسموا ها هيا زرب بس وين نمشي؟ أن ودو تروا على واش؟ أن دو تروا
هاو الان هاو الدو هاو الطروا اروى تلها لا لا طروا طروا روح للدو روح للدو ازرب ازرب يا عبد الحار فلا تزمن هذيك على النية وزهر على النية وزهر ولا ما على باليش مصطفى علاش انت اللي راك شغل كابيتان ديكيب كي راك كيما زيزو انت راك القدام هما يتبعوك ها انا عطيتهم له شو قلت رايي انا تبع كرة قدم ولا لا لا بيان سور واش تسيبورت في لي زيكيب ولا واش في الفرق بيان سور في الجزائر برشا زير زير نحب سياربي عبد الحق نعم انت فيك عندك بيسين في الدار تتبع السباحه جاب لي ربي ها رياضه ناقص ما ناقص ما عنديش كره القدم والو قليل نتفرج غير ماتشات ليكيب ناسيونال صح 1 2 3 فيفا لاجيري انا اسمع مليح 1 2 3 فيفا لاجيري 120 هدف أنا نحسبها 20 مليون 30 30 مليون 20 20 تالمو راكم 20 مليون أيضا عبد الحق ستين مليون مصطفى ستين مليون سنتيم على 160 50 هدف 20 مليون عبد الحق على 145 هدف شعبان نعم حبيت نسقسيك علاش جيت ها قول لي برك تجربه تجربه برك آه. تما تكون ولا ما تكونش كيف كيف لا فكرتني في هذيك تاع اكون ولا اكون لا اكون خير بقاو على خير وحنا مشينا كاين وحنا مشينا اللي حبنا يسقسي علينا مصطفى نعم 166 هدف يسجلها ويسجل اكثر زيدان حطيت عليها صفر دينار زيرو سنتيم 160 156 هدف ربما بصح لابيسين تاع عبد الحق 145 هدف ليا انا تبقى مستبعده قول لي علاه لانه المنطق والواقع يقول بين 156 166 واش رايك سي عبد الحق اني غلط لا عندي اني غلط لا عندي الصح ممكن الله اعلم اه ما نعرف ما تعرفش راك داير كونفيونس في مصطفى اه داير في مصطفى مصطفى اه وي عبد الحق خويا العزيز خويا العزيز ريح غير في البيسين مصطفى راك ترعش ريح تما شوف بلي خوك يحبك ريح كيما راك 156 قال له
156. كيفاش هذه 156 خويا؟ الله انتم ناس ملاح بصح اللي جبتهم واحد يهضر كلمه في زوج سوايع الاخر كل ما تهضر معاه جبت لك لابيسين والفيرما وانت ما جبتنا حتى اجابه صحيحه واش حبيت نقول لك بصح كلاب على 60 مليون رانا نلعبوا على 80 مليون ليكيب تاع مصطفى راحت للنصف النهائي عندهم 60 وداو 20 مليون تاع مي شريف يعطيكم الصحه بارك الله فيكم في فرص اخرى ان شاء الله فريق مصطفى الى النصف النهائي ما تنساوش انتم اللي تشوفوا فينا ابعثوا اس ام اس سي 68015 كاش ولا سبلاش رانا في النصف النهائي رانا نلعبوا على 80 مليون نشرح لكم مرحله حاسمه لانه بها راح تروحوا للنهائي الاحتمالات ينقصوا يبقى فيها واحد واثنين وثلاث احتمالات تقدروا تقسموا المبلغ على زوج احتمالات لما تروحوا يلزم الاجابه تاعكم تكون متطابقه مع الاجابه تاع مصطفى اللي ما راهوش يسمع فينا مصطفى سي مصطفى والو ماهوش يسمع فينا ويسمع في الموسيقى مصطفى من بعد يلزم الاجابه تاعو تكون متطابقه معاكم لانه من بعد راح نطرح عليه نفس السؤال وراح يقصي لي زوج احتمالات واللي نتمناه انا الاحتمالات اللي يقصيهم ما تكونوش واقفين فيهم وزيد اذا نجحتوا وكانت الاجابه متطابقه من بعد الاجابه لازم تكون صحيحه باش تروحوا للنهائي واجدين واجدين تحياتنا لاصدقائكم اللي جاوا من البرج بعرريج فوالا ام عندكم لي سيبورتور اوكي جاوا باش يسيبورتيوكم ويحيوكم نصف النهائي البرج نلعبوا على 80 مليون السؤال تاعكم يقول الدروب الوعره الدروب الوعره روايه كتبها الاحتمال الأول كاتب ياسين الاحتمال الثاني طار والطار الاحتمال الثالث مولود فرعو الدروب الوعرة رواية كتبها كاتب ياسين طار والطار مولود فرعون طب كرونو وش راه ديروا السي عبد الحق؟ ظن ميلود فرعون ها؟ ميلود فرعون ميلود فرعون ما تقسموش المبلغ اكون متاكدين ميلود فرعون ميلود فرعون هيا مازال 30 ثانية هيا 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 30 ثانية 20 ثانية جو احسن احسن 8 مليون لا 15 ثانية متأكد من الفرعون متأكد ما بقاش 9 متأكد من الفرعون 8 7 6 5 4 3 2 اي 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 80 مليون كاملة ترموها في إجابة واحدة هايا ولو كان يقسي مصطفى يجبد ويقسي رقم ثلاثة رحنا كامل للدار بصح علاش؟ علاش ديريكت مولود فرعون؟ ديجا نحيو لي البينوارات تاعكم باسكو راكم حابين تشبخوا توا لفت لابيسين خويا اسمح لي شعبان نظن هو مولود فرعون تظن نظن هو مولود فرعون قسيتو زوج كتاب من أكبر الكتاب الجزائريين أنا راح نروح لعند مصطفى وإن شاء الله الإجابة تاعو ما يقصيش رقم ثلاثة
واش كنت تسمع؟ كنت تسمع موسيقى صحابك؟ باش نعاود نشرح لك انه جاوبوا على سؤال اللي فيه ثلاث احتمالات ويلزم الاجابه تاعك تكون متطابقه معاه، وما لبناش اذا جاوبوا على زوج ولا واحده ولا ثلاثه، وما على بالناش مام اذا سلكوا الاجابه تاعكم اسكو تكون صحيحه ولا لا. لا راح نعطيك سؤال، راح تقصي لي زوج احتمالات اللي انا نتمنى من كل قلبي انه عبد الحق وشعبان ما يكونوش واقفين في الاحتمال هذا. رانا نلعبوا على 80 مليون سنتيم مصطفى، 80 مليون سنتيم. السؤال تاعك يقول: الضروب الوعرة رواية كتبها، احتمال الأول كاتب ياسين، طاهر والطار، ولا مولود فرعون، الآن ولا دو ولا تروا. عندك عليها فكرة الرواية انت هذه؟ لي شومان كي مونت. اكزاكتومون، با با عباك بليك طلعت لي المورال اوتوماتيكمون. تعرف شكون كتبها؟ انا شبه متاكد اللي هو مولود فرعون. علاش؟ قريت الروايه اون فرونسي. راني خايف، وهذا الخوف تاعي، انهم واقفين في زوج وما قسموش المبلغ، وتقدر تقصي واحد منهم، وراني خايف انهم ما اختاروش الاجابه الصحيحه. ان شاء الله نكونوا في نفس الاجابه ان شاء الله. صح. اول اجابه اللي راح تقصيها، عندك واحد كاتب ياسين، عندك زوج طاهر والطار، عندك ثلاثه مولود فرعون. راهم قدامك، حط لي يدك على الاجابه اللي راح تقصيها، ما تجبدش حتى وين نقول. راح تبدا بتنين؟ تبدا بتنين. نحسب لك الثلاثة، اجبد رقم اثنين، اوكي؟ واحد، اثنين، ثلاثة. سمعت الطيحة؟ جاب لي ربي كاين شكون اللي طاح. هي الأكيد والمؤكد، قلبك طاح لتحت عاود طلع. هذه سير. سير. حط يدك على وين راح تقسي، واش من إجابة راح تقسي. كاتب يس. رقم واحد. واحد. راك واجد ان شاء الله حتى نحسب لك اجبد، باش نزيد نخلي لك بالك تنحي الشب. اوكي مصطفى، واحد اثنين ثلاثه، اقصي رقم واحد. طيحه كبيره هذه خويا. عبك بلي تريكو تاعك نشوف فيه نورمال، دوكا نشوف فيه هاك. هذا قلبك لا يخرج. اطلع رفدوا لي الستار، ما تدورش حتى نقول لك انا. راح نطرح عليك سؤال قبل ما تدور. في رايك انت، في رايك اسكو صحابك وسيرتو هذاك عبد الحق اللي دخل علينا، عندي بيسين عندي بيسين عندي بيسين، في رايك انت خير ورقم ثلاثة؟ عبد الحق شويه يميل للادب نورمالمون، يعرفه هاوي. عنده ولو انه ماهوش تخصص تاعو، مي نورمالمون يعرف، نورمالمون يعرف رقم ثلاثة. نورمالمون يا مصطفى، للأسف راح نعطيلك اون موفيز نوفيل، راح نعطيلك معلومة ماهيش راح تفرحك. عباك شنو هي؟ دور موراك. مازالنا لعبوا على 80 مليون سنتيم. بصح ريحوا كيما راكم، ريحوا كيما راكم، مازال ولي ولي ولي. ما على بالناش دوكا اسكو هذه هي الإجابة الصحيحة. أوكي، خيرت أنت مولود فرعون، عبد الحق مولود فرعون، شعبان مولود فرعون، بصح لازم نتأكدوا أيضا اسكو الإجابة هذه صحيحة ولا خاطئة. 80 مليون سنتيم يفصلنا إجابة باش نروحوا لا فينال. مولود فرعون إجابة صحيحة ولا لا؟ لا مولود فرعون
إجابة صحيحة ولا لا لا تدينا لا فينال. قضي الأمر. عبد الحق خلاص ما قدرش يوقف. ما تخافش ما تخافش عبد الحق، مازال حاضرين معاكم في كاش اور سبلاش مع الفريق تاع مصطفى. انا رايحين نلعبوا على 80 مليون في النهائي. النهائي 80 مليون سنتيم. انت ولا انت اللي راكم تشوفوا فينا ابائنا امهاتنا، كل جزائري يقدر يربح نصف المبلغ هذا لما يبعث اس ام اس حرف سي على 68015. المرحله النهائيه مصطفى راح نفهمها لك. عندك دوكا زوج احتمالات، الأ والدو. ما عندكش الدروة تقسم المبلغ، ما عندك حتى حق تقسم المبلغ. 80 مليون يا تروح بها انت وصحابك للآن، 80 مليون يا تروح بها انت وصحابك للدو. سي بون سي بون سيور سيور يا خويا، نتمنى لكم حظ موفق ان شاء الله، وما من بيبليك او معاكم بيبليك. وتحياتنا الواحد واحد العائله تاعي نحبها بزاف، راهم هنا شريفه انجي وامين، عطوني تصفيق عليهم كاع. صح الان والدو، اخر سؤال في نهار اليوم، الحصه تاع نهار اليوم، السؤال في النهائي يقول: من الف نشيد موطني؟ الاحتمال الاول أحمد مطر، الاحتمال الثاني إبراهيم طوقان. 60 ثانية توب كرونو. شكون؟ ما عرفتوش. أحمد مطر هو الكتابة تاعو ساخرة، خشت الكتابة تاعو تكون ديما على السياسة وساخرة. إبراهيم طوقان أغلب أغلب الظن إبراهيم. أنا بور موا شوفون 30 ثانية. ما ترمانوش. اه صح. 30 ثانية. ما نقسموش. اه ما كانش. نقسمو ولا ما كانش. 30 ثانية تأكدوا. تأكدوا 30 ثانية. نقسموه. دور دور يرحم والديك انت دور. 30 ثانية 16 15 ثانية. راك متأكد مصطفى؟ إن شاء الله. علاه يا مصطفى علاه. اي 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 تعرف نشيد موطني؟ موطني موطني مشهور. غني ولا شويه؟ موطني الجلال والجمال. ايوه. والبهاء والسناء في رباك. ايوه. مش حافظ. الله 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 تحيه عطولي تحيه عطولي. حبيت نسقسيك. نعم. أنت أنا عبد الحق. كيفاش تقسم أنت؟ فينال تقول لي نقسم، ما عندكش دروة تقسم. وصلنا للفينال ما نقسموش. وصلنا نو... يا مصطفى. نعم. نصيحة مع عند خوك، إذا خسرت اليوم ما تزيدش تدور مع عبد الحق. ها؟ والو. ميتة هنا. ما تزيدش تدور معاه مصطفى. نبلوكيهم في زوج فيسبوك.
شعبان 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 معليش تلاقى به قولي علاه ما يهضر ما يقول ما والو راك شايف ما يقلقش اي 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 والله سواء انا ولا الببليك ولا المشاهدين الكرام عبر ربوع الوطن ولا خارج الوطن متمنيين تربحوا اليوم علاش لانه من الاول لعبه مبنيه على الاعصاب انا ما ديما نقول لكم ربي معاكم موطني مبروك عليكم 80 مليون عطونا تصفيق عليهم فريمو يعطيكم الصحة مبروك عليكم 80 مليون سنتيم وانتوما ما تصراش غير ليهم صار كامل الناس ابعتونا مرحبا بكم SMS 68015 تربح نفس المبلغ قناة شورو رقم واحد في الجزائر البرنامج العالمي في نسخته الجزائرية كاشور سبلاي